بتفكر تحل المعادلة الصعبة؟ عايز قطعة أرض بسعر مناسب وموقع قريب وخدمات أساسية دائمة؟ شركة سوق قطرة والمقرن العقارية وفرت لك الحاجات دي كلها. استشاري الشركة، درسوا احتياجاتك وحلوا مشاكلك في مخطط الزيتون السكني، راعوا في التصميم، وجود شبكة واسعة من الطرق الرئيسية المسفلتة. المخطط كمان بيحتوي على خدمات كثيرة، منها مدارس أساس وثانوي، مركز صحي، مسجد كبير، ومركز شرطة، وعدد من الميادين الخضراء. ولأن خبرانا بيهتموا بجودة الخدمات، وفروا خزانة مياه كبيرة بالإضافة لتنفيذ شبكة مصرف كبير لمياه الأمطار وشبكة مياه وشبكة كهرباء بأحدث المواصفات. المخطط قريب من وسط الخرطوم وبيبعد 14 كيلو بس من كوبري المنشية. يحتوي المخطط على قطع سكنية بمساحات وفئات مختلفة، وأهم شيء في المخطط إنه قريب من شارع زلط رئيسي ومصمم على جانبي شارع الخرطوم الجيلي. لأننا في سوق قطرة والمقرن العقارية بنهتم بأدق التفاصيل عشان راحتك.